السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة شباب النور. النخيل نبات شجري ينتمي إلى الفصيلة النخلية أو الفوفلية. موطن الأصلي دول الخليج العربي ودول المغرب العربي. النخلة شجرة معمرة لها ساق طويل وغليظ، تنقسم إلى عدة أنواع من الأشجار المثمرة والأشجار الغير مثمرة التي تستعمل للزينة في الحدائق الخاصة أو العمومية. تتحمل شجرة النخيل سيكس الظروف البيئية القاسية كالحرارة المرتفعة والجفاف. هذا النوع من النخيل يسمى نخيل سيكس، يستعمل للزينة في الحدائق والمنتزهات والطرقات، يصل ارتفاعه من 2 إلى 3 أمتار، وهو بطيء النمو. يمكن تسميد نخيل سيكس 2 إلى 3 مرات في العام. نخلة السيكس شجرة جميلة وبطيئة النمو، موطنها الأصلي اليابان والهند ومدغشقر. الإفراط في الري يؤدي إلى اصفرار أوراق نبات السيكس، لذا يجب الاعتدال في الري. يتكاثر نبات السيكس عن طريق الخلفات والبذور،